السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة، فيديو مختلف على داكشي اللي متعودة نحط لكم. صراحة بغيت نشارك معكم وتقاسم معكم واحد الخريجة اللي جات لآخر لحظة، تقررات وكتبها الله سبحانه وتعالى حتى تقريبا منتصف الليل، عاد قررت الصديقة ديالي أنها تقترح عليها هذه الخريجة، صديقتي العزيزة المفضلة الغالية على قلبي زينب، اللي قالت لي يعني 12 الليل عاد قالت لي شنو رأيك غدا نمشيو نفطروا في البحر، فواحد الكومبلكس حدا البحر. قلت لها مرحبا، عجبتني الفكره، سورتو ان العطله دازت كتجري وما خرجتش وليداتي نهائيا، فقلت هذه هي الفرصه بنادم يغير شويه الجو، وسورتو ان وليداتي كيحماقوا على البحر، يعني اديهم في اي وقت ما كيملوش منه وما كيطلعش لهم في الراس. وقلت علاش لا، ومشينا لهذا الكومبلكس هذا. بالنسبه للناس اللي عايشين في كازا طريق زناتا، هذا الكومبلكس هذا فيه كافي وريستورون، بالنسبه اللي باغيين لا يتغداو ولا الكوتي ولا العشاء، يعني كل شيء فيه. وفيه حتى لابيسين بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو في الصيف، والاثمنه كنظن مناسبه اللي سمعت. بالنسبه للكافي كما قلت لكم غيرنا الجو، واخا حنا من النوع اللي عزيز عليه وجد كلشي في الدار، يدي ماكله الدار وهذا، ولكن جات لاخر لحظه يعني منتصف الليل ما عندكش الوقت فين توجدي، فقلنا ماشي مشكل بنادم يغير الروتين ويمشي يفطر بحاله بحال الناس عادي، واخا كتقام عليك الميزانيه، ولكن الحمد لله الله يرزقنا جميع. و شغنقول لكم، لان بنادم لان باش تاكلي في الريستورون فواحد ليسباس اللي هو بيان اورغانيزي، والماكله صراحه عندهم بنينه، ضروري خاصك تخلصي. قالك اللي بغى العسل كيصبر القريص النحل، ايوا داكشي اللي درنا، ومشينا ودوموندينا الفطور. المهم هذا هو ليسباس سميتو دو فيو، بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو ليه وباغيين ياخذوا فكره على الاثمنه والمنيو ديالهم. حاولت نقرب لكم ما امكن نصور لكم. بالنسبه للفطور داكشي مختلف، يعني احنا اختارينا داكشي اللي يعني اللي في استطاعتنا، وفي نفس الوقت فيه حويجات عجبانة. بالنسبة لي انا عزيز عليا الخليع، فجات الفرصة انني صراحة كليته طلبته، وبالنسبة للمنيو صراحة كيشبع، بالنسبة لي نحن شبعنا صراحة. وحتى الغداء وهذا عندهم زوين، داكشي منظم ونقي. بالنسبه للمنيو ديال الفطور اختارينا هاد الثلاثه، هادو ثلاثه ديال الولا، هاد المورنين اكسبريس والهيلتي وفاسي، دوك هما الاثمنه ديالهم. ودرنا واحد الدويره في البحر، غادي نخليكم مع هاد الجوله، ونتمنى الفيديو تعجبكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. وانا غير بغيت نشارك معكم بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو تما ولا باغيين يكتشفوا هاد البلاصه. انا براسي ما عمرني بصراحه ما فطرت في هذا الكومبلكس، اول مره غادي نمشي. وراسو لي صاحبتي زينب، ويعني سبحان الله هي اللي كتبت لي انني نمشي نفطر فيه من بعد الله سبحانه وتعالى. فما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالكومونتيرات ديالكم. بالنسبه للفطور هو هذا صراحه. بالنسبه للخليع غزال غزال بنين، وانا من النوع اللي ما كياكلش البيض اللي ما طايبش مزيان، ومع ذلك كليته البنات جا بنين. وكاين هنايا الجبن، وكاين الكافي كريم، والباناكوتا، والتوست بالدان فومي والفرماج. المهم داكشي بنين، واخا كتشوفوه الخبز بنين، وما عرفتش واش حيت البحر حدا البحر ولا ما عرفتش، والله العظيم الا كلشي جانا بنين. وانا من عشاق الكافي كريم، كنحماق عليها، كنوجدها في داري يعني يوميا خاصني نشربها. المهم هادي هي الاسم ديال هاد كومبلكس دو فيو. بالنسبه لهاد الزيتون الاسود البنات خطير، وان شاء الله غادي نشاركو معكم، لان ديجا عارفه نديرو في الدار بنين بزاف. هنا خرجنا من الريستورون، مشينا درنا دويره في البحر. كيف ما قلت لكم كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والاشتراك لاول مره كيزور القناه، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. فرجه ممتعه.